عايز اتكلم في البدايه، لان انا هتكلم في ثلاث اربع حاجات. عايز اتكلم في البدايه على امر مهم جدا جدا جدا، منظومه تنجح منظومه الكره في مصر، منظومه تنجح منظومه الكره في مصر، اللي هي منظومه التحكيم. يعني التحكيم وصل بصراحه لامر صعب جدا جدا جدا. بنسمع مصطلحات غريبه جدا عندنا في الدوري المصري، مصطلحات غريبه وجديده وبعيده كل البعد عن كره القدم، بدايه من الاحتواء لحد روح اسمه روح ايه؟ روح الفار. اول مره نسمعها، ولا روح البروتوكول. يعني حاجه غريبه، مصطلحات، مخالفه قانون، وللاسف للاسف ده برعايه ومباركه مين بقى؟ المسؤول الاول عن التحكيم في مصر. يعني بدل ما يعترف بالخطا، المسؤول عن لجنه التحكيم، مع احترامي لكابتن عصام عبد الفتاح، انا بحترمه جدا كشخص، ولكن كابتن عصام يعني ما سمعناش صوتك من ماتشين ثلاثه لما كان في اخطاء في بعض المباريات لبعض الفرق، واخطاء بعينها تفيد الفرق دي، ولا طلعت اتكلمت قلت كلمه. الماتش اللي فات بتطلع تدافع عن الخطا وعن المخطئ، عن المخطئ في تطبيق بروتوكول الفار، ماتش الاهلي والبنك الاهلي. قال ايه الكابتن عصام؟ قال لك اللي حدث روح بروتوكول الفار. اول مره نسمع الجمله دي، اول مره. يعني امر غريب جدا، بدل ما الكابتن عصام يا اما يسكت يا اما يطلع يعترف ان الحكم اخطا. والله اي مسؤول، اي مسؤول عارف ايه اللي بقى لو ما كانش عارف؟ ده لو ما كانش عارف القانون وفعلا زي ما حصل تضارب الفتره اللي فاتت، دي تبقى مصيبه. انت عارف وعارف اللائحه وعارف البروتوكول بتاع الفار وتطلع تدافع عن الخطا؟ لا يا كابتن، لا، انت كمسؤول يا تسكت يا تسكت يا اما تطلع تقول ان الحكم اخطا. ده انت بتدافع عنه بقوه، رغم ان المحللين كلهم في التحكيم اجمعوا، ما عدا شخص واحد بس انا هاجي له بعد كده، اجمعوا على ان هذا الامر بان كابتن امير عمر لا ارتكب خطا بالاستجابه لطلب حكم الفار محمد ميدو، ولا محمد سلامه ميدو او محمد ميدو سلام. ولو تفتكروا حضراتكم اقول لكم مين الكابتن محمد ميدو سلام. فاكرين ماتش الاهلي والبنك الاهلي برضو السنه اللي فاتت لما ايمن اشرف جاب جول بدماغه وهو طاير في اخر المباراه، وبرضو كان على الفار محمد ميدو سلامه، وهو اللي لغى جول الاهلي في الوقت ده. المره دي برضو لغالنا هدف محمود وحيد في مرمى البنك الاهلي بحجه ايه؟ عدم ثبات الكوره في الضربه الحره اللي هي قبل ما يجي الهدف على طول. طيب انا عندي سؤال بس للكابتن عصام عبد الفتاح. هو انا دلوقتي بعد كل مباراه اكيد بجيب الحكام وبقول لهم كان في اخطاء كذا وفي اخطاء كذا واخطاء، ماشي. انت لما تيجي تحاسب الاثنين دول، امين عمر ومحمد سلامه ميدو، لا ده انا جيب بالي حاجه يعني غريبه دلوقتي، الا لو ما كانش في محاسبه تبقى مصيبه. انت لما تيجي تجيب الاثنين دول وتكلم معاهم على الخطا دوت، وانت بتحاول يهام الراي العام ان القرار ده قرار صحيح، وطلعت لنا بمصطلح جديد والاول مره بنسمعه، روح البروتوكول، كويس. وبعدين مره تانية تقول ايه؟ ده كويس ان هم مختلفين، المحللين مختلفين معايا في اللعبه دي، لان اختلافهم رحمه، واحنا في وزاره الاوقاف رحمه ايه يعني يا كابتن عصام؟ يعني ايه اختلافهم رحمه؟ هو يا يا لا، يا صح يا غلط، اختلاف ايه يا كابتن عصام؟ ده اجماع بدايه من الكابتن ناصر عباس، كابتن احمد الشناوي، كابتن جمال الغندور، كابتن سمير عثمان، كابتن ياسر عبد الرؤوف، حتى من بره مصر كان في حكم جزائري جمال حمودي، هو حكم بس وحيد اللي انحاز رايك. وبعدين هو في الاخر قال لك ايه؟ انا من وجهه نظري، يعني هو الحكم ده جمال الشريف، ده ماشي اصلا بمبدا خالف تعرف، هو شعاره ده دايما، ولكن انت مسكت في الراي ده ورحت توزعه على كل الصحفيين، بالرغم من ان الكابتن جمال الشريف مع احترامي ليه قال لك ايه؟ من وجهه نظري في الاخر، ما قالش زي حضرتك،
ما قالش ازاي يا كابتن؟ انت مسؤول، انت مسؤول، مسؤول عن التحكيم. هو الاهلي هيلاقيها من مين ولا منين؟ لما يبقى داخل في مشاحنات الفتره الجايه مع الاتحاد الافريقي واتحاد الكوره ولجنه الحكام والرابطه والوداد بعديهم، ايه ده؟ هو انتوا معانا ولا علينا ولا بتعملوا الصح ولا؟ انا ماليش دعوه باللي حصل، انا عايز الصح وبس. عارف الكلام ده لو مع الفرقه الثانيه وحصل هقول لك لا، برضه الراجل اخطا في تطبيق القانون او اخطا في انه يرجع للفار، هقولها برضه. حاجه حصلت غلط هقولها حتى لو على النادي الاهلي، انما ما تطلعش تدافع عن خطا يا كابتن عصام. ده انت مسؤول، ده انت المسؤول الاول عن لجنه الحكام في مصر. لما انت تطلع وتقول ايه؟ الاختلاف رحمه؟ ازاي يعني؟ ازاي يا كابتن؟ اختلاف رحمه ايه؟ هو انا يعني لما نكون مختلفين على حاجه فيها ايه؟ اراء، انما مختلفين على نص صريح؟ ازاي يا كابتن؟ لا، يبقى انتوا بقى منظومه، مش عايز اقول كلمه يعني كلمه جامده، لا، يبقى انتوا منظومه على ما تفرج. ايه ده؟ وازاي ازاي الكابتن امين عمر وميدو سلامه من الكلام اللي حضرتك قلته هيتعلموا من الخطا ده؟ اذا كان المسؤول نمره واحد اللي هو المسؤول الاول عنهم بيدافع عن الخطا بتاعهم، طب انا كحكم وانا كواحد قاعد على الفار اعمل اللي انا عايزه، اعمل اللي انا عايزه. هو فين انا عايز اعرف حاجه بس، هو في حد بيحاسب حد؟ يعني الحكام دول بيتحاسبوا؟ اتحاد الكره ده بيتحاسب؟ عايز افهم يعني. الرابطه دي حد بيحاسبها؟